وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال دوره التشريعي والنظر في مشروعات القوانين. جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لعام 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ليطرح عدد من النواب مقترحاتهم بشأنه. النهاردة في 2024 الصندوق السيادي ده ترتيبه 47 على مستوى العالم، يعني من أفضل 50 صندوق سيادي في العالم. رأس مال الصندوق ده كان المصدر 200 مليار جنيه، والدفع أول سنة مليار جنيه من وزارة المالية، وتم تقسيط باقي الخمسة مليار جنيه على 3 سنوات. والحمد لله سيادتك بيجي لك قوائم المالية بتاعت هذا الصندوق خلال السنوات الماضية، واللي أعتقد يعني أن النهاردة أصبح هناك فائض في الصندوق وأصبح يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية في جمهورية مصر العربية. حقيقة فندم، إحنا قانون المالية العامة الموحد اللي صدر رقم 6 لسنة 2022 حصل عليه تعديل بالقانون رقم 18 لسنة 2024 بأن يكون مسمى وزير المالية هو وزير المالية، وده طبقا لمواد الدستور اللي سمت وزراء بعينهم كما هم وليس وزراء معنيين بشؤون زي وزير الداخلية والدفاع ووزير المالية. عشان كده أنا أعدت صياغة هذه الفقرة لكي تتفق مع ما نص عليه قانون المالية العامة الموحد، وقلت إن وزراء المالية والمعنيين بشؤون الاستثمار. بشكرك يا فندم. اللي أنا بطلبه إن أنا أضيف كلمة والتنمية الاقتصادية، فبالتالي يصبح المادة والتخطيط والتنمية الاقتصادية. مبرري في هذا التعديل نقطتين. النقطة الأولى إن كلمة أو مصطلح التنمية الاقتصادية هو مصطلح متعدد الروافد، وبالتالي لو أنا بعمل أصلا التعديلات في القانون الحالي بسبب إن في تعديل على هيكل الحكومة وإضافة وزارة الاستثمار، فمن الوارد يوم من الأيام تاني نضيف وزارة اسمها وزارة الاقتصاد وغيره وغيره. مش معقول مع كل تعديل لصالح الحكومة الجديدة يعدل في قانون الصندوق السيادي. أعقب المناقشات والاقتراحات من قبل النواب إعلان المجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه للجلسة المقبلة. وفي مداخلة للحكومة أثناء الجلسة، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بيانا بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة، أكد خلاله انتهاء المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بالكامل بتسجيل ما يقرب من 5.4 مليون مواطن وأكثر من 49 مليون خدمة طبية خلال فترة تفعيل المنظومة في 6 محافظات. تقدمت الحكومة بمستهدف في سنة 26-27 أن تصل خدمات التأمين الصحي لجموع المصريين لمعدلات 85%، وأيضاً على أن يكون هناك تطوير ورفع كفاءة ومنشأ جديد ل 530 منشأة صحية لعام 26-27، وذلك قد تحقق جزء كبير منه بالفعل في هذه المرحلة من خلال إضافة عدد من المواطنين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حتى وصلنا إلى تغطية للتأمين بمعدل 78%. وأيضاً تم إسناد عدد كبير من المحافظات أو المستشفيات بداخل المحافظات في كافة المجالات التخصصية المختلفة.
هذا ما كان تم التقدم به من خلال خطة الحكومة. التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي حالياً هي 64%. المستهدف أن نصل في عام 26-27 إلى 85%. بالفعل تم إضافة عدد حوالي 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة، وجاري العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة 8-8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي الحالية. خلال الجلسة وافق المجلس أيضاً على 3 تقارير للجان المشتركة بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان، إلى جانب تقرير عن قرار جمهوري بشأن الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، وتقرير عن قرار جمهوري بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة تغير المناخ.